السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الأعزاء، إليكم تفاصيل أخبار الآن. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء بخبر توقيف مدير أعمال الفنانة المغربية دنيا باطمة على خلفية تهم تتعلق بخيانة الأمانة والتهديد وغيرها. وأفادت بعض الصحف الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة أنه تم إيداع البحريني محمد الترك تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، غير أنه على عكس المتداول أكد مصدر موثوق أنه تم استدعاء زوج الفنانة المغربية دنيا باطمة للاستماع إلى أقواله والرد على ما نسب إليه من اتهامات وجهت له من طرف الأخيرة.